صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح مليء بالخير والأمل والعمل، صباح يوم الجمعة. توطين الصناعة في مصر هدف انتهاجته الدولة المصرية منذ سنوات، وضعت نصب عيونها إنها توطن مجموعة من الصناعات الحقيقية في مصر من أجل مستقبل صناعي لهذه الدولة. واحد من هذه الصناعات هي صناعة السيارات اللي الدولة أعلنت أن لديها هدف فيها بعملية توطين الصناعة والوصول لتصنيع سيارة في مصر، ومن ضمن هذه الأهداف تصنيع السيارة الكهربائية. العمل بيمضي على قدم وساق في عملية توطين صناعة السيارات. النهاردة بنجد جولة للسيد وزير النقل كامل الوزير اللي قام بجولة بيتفقد فيها مجموعة من أتوبيسات نقل الركاب التابعة لأسطول الشركات التابعة لوزارة النقل. عدد من هذه الأتوبيسات الجديدة مصنوع بأيدي مصرية بمكون مصري بيصل ل 60% من إجمالي السيارة المصنعة أو الحافلة المصنعة. طيب، عملية تصنيع سيارة بأيدي مصرية بشكل كامل 100% وصلت لحد فين؟ النتيجة اللي ظهرت قدامنا دي بأي قدر مرضية؟ حسابات الجودة فيها قد إيه مقارنة بالسوق العالمي؟ إمتى نقدر نكون واقفين على أرض ثابتة في عملية صناعة السيارات؟ خلونا بقى نفتح الحوار في هذا الصباح. ضيفي وضيفكم في هذا الجزء من الهواء هو الأستاذ محمد شتا، خبير صناعة تكنولوجيا السيارات، وخلونا نقول له صباح الخير. صباح الخير أستاذ ماجدة، وصباح الخير للسادة المشاهدين الكرام لقناة النيل الإخبارية. صباح الفل. خلينا بقى نشوف تقرير عن الموضوع اللي اتكلمنا عليه ونبتدي ناخد حوارنا بعدين. إلى التقرير. في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر ورفع شعار لا استيراد لأي أتوبيسات من الخارج ودعم الصناعات الوطنية، شهد وزير النقل كامل الوزير اصطفافا لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالي للشركات التابعة لوزارة النقل، وذلك بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير النقل أكد خلال جولته أن الوزارة تعمل على تنظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية، وذلك لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة وتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب. وقال الوزير إن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، منوها إلى اقتصار المكون الخارجي في هذه الأتوبيسات على نسبة من 15% إلى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها. وأضاف أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات. اهلا بكم مره تانية. خلونا نبتدي الحوار. ضيفي وضيفكم زي ما قلت لكم قبل التقرير هو استاذ محمد شتا، خبير صناعه تكنولوجيا السيارات. استاذ محمد، ايه رايك في المنتج المقدم في هذه الجوله اللي قدمها لنا وزير النقل بين مجموعه كبيره من حافلات النقل العام في جولته الاخيره؟ هو انا طبعا مبسوط جدا ان احنا وصلنا لنسبه تكوين محلي حوالي 70 او 80% في الاتوبيسات المحليه الصنع او محليه التجميع، يعني او اللي هي المجمعه محليا يعني. ودي طبعا نسبه تعتبر مرتفعه جدا، واحنا كويس ان احنا مركزين على تصنيع او تجميع الاتوبيسات لسبب ان تصنيع الاتوبيسات مختلف عن تصنيع العربيات او تجميع العربيات على سبيل المثال، لان تصنيع او تجميع الاتوبيسات يعتبر من صناعات كثافه العماله، وبالتالي طبعا احنا عندنا هيكون عندنا ميزه تنافسيه الى حد ما في الايدي العامله في موضوع الايدي العامله والمدربه كمان، وخاصه ان احنا عندنا يعني باع طويل الى حد ما في تصنيع تجميع وتجميع الاتوبيسات. وتم بالفعل
تصدير بعض الاتوبيسات قبل كده الى بعض الدول الافريقيه وبعض الدول الاوروبيه حتى في انجلترا على سبيل المثال، طبعا مش بالاعداد اللي احنا كنا نتمناها، ولكن على الاقل دي بدايه وخطوه كويسه ان يبقى في تطوير في الفتره اللي جايه. احنا عندنا طبعا فائض من انتاج الغاز الطبيعي، وبالتالي طبعا احنا هنركز في الفتره اللي جايه على تصنيع الاتوبيسات اللي بتعمل بمحركات الغاز الطبيعي. في المانيا وفي اوروبا او في الكي ماركتس وفي الصين طبعا على سبيل المثال، طبعا منتشره جدا الاتوبيسات الكهربائيه والاتوبيسات الهايبريد اللي هي بتمشي بمحرك كهرباء وفي نفس الوقت محرك بنزين او ديزل على حسب الاتوبيس، يعني بتجمع الفصيلين بالظبط. ودي مهمه جدا بالنسبه للاتوبيسات اللي هي بتتحرك ما بين المحافظات، لسبب ان حضرتك عارفه طبعا ان الاتوبيس تقيل جدا، وبالتالي البطاريات بتاعته الرينج بتاعها ما بيبقاش عالي قوي، وبالتالي الاتوبيسات اللي هم بيستخدموها في السفر اللي هو ما بين المحافظات بره على سبيل المثال بتكون اتوبيسات هايبرد، ودي هيكون عليها طلب زي ما هو موجود بالظبط على الاتوبيسات الكهربائيه للدول او للمدن اللي هي هتشغلها داخل المدينه فقط. فاحنا اتمنى طبعا ان احنا مش بس نركز على الانتاج للاتوبيسات الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي، ولكن كمان ان احنا نشوف الطلب في الدول الاخرى زي الهند والصين. انا مش عايز اركز على افريقيا قوي لسبب ان افريقيا اول حاجه البنيه التحتيه بتاعتها بتاعت العربيات الكهربائيه او محطات الشحن سواء العربيات او الاتوبيسات اول حاجه لسه طبعا بعيده جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا لما ابيع لاوروبا هقدر ابيع باليورو وهقدر ابيع بسعر اعلى بكتير من الاسعار اللي انا ببيع طيب فيها. طيب انا هقدر انافس في ده، عندي ميزه تنافسيه انافس بيها في ان السعر يكون منخفض عشان عندي عماله كثيفه تقدر تشتغل في صناعه السيارات، ان في دول عندها باع في عمليه تجميع وصناعه سيارات. طبعا انا موضوع السيارات موضوع يعني مختلف تماما عن موضوع تجميع العربيات بالنسبه للسوق المصري، لسبب حضرتك طبعا عارفه ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده في كذا حلقه قبل كده، ان احنا طبعا كان عندنا في وقت من الاوقات حوالي 17 خط تجميع للسيارات في مصر، للاسف على مدار 30 40 سنه ما صدرناش ولا عربيه واحده تصدير تجاري، بعكس مثلا المغرب على سبيل المثال، المغرب بقت بتصل الى ارقام عدت مليون تصدير مليون عربيه، والسنه اللي فاتت عام باعوا حوالي عربيات وقطع غيار عربيات ب 11 مليار دولار، فطبعا في فجوه كبيره جدا ما بين التصنيع السيارات عندنا وتصنيع الاتوبيسات عندنا، فاحنا لو ركزنا في تصنيع الاتوبيسات اعتقد ان دي هتبقى ميزه كويسه جدا، لسبب بسيط ان احنا عندنا حاجه تانية بالنسبه للعربيات، موضوع مبادره سيارات المصريين بالخارج على سبيل المثال. المبادره دي مبادره فكرتها هايله، انا بعتبرها من احسن المبادرات اللي اتعملت على مدار ال 40 سنه اللي فاتت. الشروط بتاعتها مش مناسبه قوي او يمكن ما تمش دراستها قوي او ما تمش دراسه حالات المصريين المغتربين في الخليج بالذات اللي في الخليج، لسبب ان وعشان كده بعد كده نزلوا تعديل، نزلوا تخفيض 70% للودائع او الجمارك اللي المصريين المغتربين في الخليج بيدفعوا، على ان جزء كبير منهم بيبقى استهلك العربيه بالفعل بشكل حقيقي وما شابه. هو مش بس كده حضرتك، يعني المغترب في الخليج غير المغترب في اوروبا وغير المغترب في امريكا تماما. المغترب في الخليج طبعا عمره ما يعني او نادرا او يعني تقريبا عمره ما هياخد الجنسيه في الدول الخليجيه، وبالتالي هو عامل حسابه ان هو هيروح يقعد فتره معينه وراجع مصر كده ولا كده، فبيشتري عربيه او معظمهم بيشتروا عربيات مستعمله، يا اما بيشتري عربيه زيرو بس بالتقسيط 5 سنين 7 سنين 10 سنين زي ما هي موجوده متاحه في الدول هناك. فطبعا لما يبقى الشرط من الشروط الاساسيه بتوع المبادره ان العربيه اقصى عمر ليها 3 سنين، بالتالي طبعا 90% او 95% من المصريين المغتربين في الخليج مش هيستفيدوا بالمبادره، عشان هي عربيته مش 3 سنين قديمه، عربيته ممكن تكون 5 سنين مستعمله او 10 سنين مستعمله. وطبعا المبادره دي ممكن تدخل لنا من 10 ل 20 مليار دولار كل سنه، يعني هي المفروض ما تبقاش مبادره استثنائيه او المفروض تكون دايمه، ده المفروض تكون دايما. يعني انا عندي فرصه دلوقتي واكتشفت ان عندي 6 هم احنا عندنا بره حوالي 12 او 13 مليون مصري، منهم 6 مليون اللي هم يقدروا يستوردوا العربيه عشان هم يا اما فوق 16 سنه يا اما هم عندهم اقامه بره يعني او عائلاتهم يعني. فبالتالي انا عندي فرصه ان انا ادخل كل سنه مليون عربيه. حضرتك لو حسبتي مليون عربيه في متوسط سعر وديعه 10,000 دولار، احنا بنتكلم في 10 مليار دولار كل سنه. وده رقم مش بس بقى حي 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 يعني حضرتك هيجي لك
ده انا خدت بالمناسبه متوسط قليل اللي هو ال 10,000 دولار، يعني ممكن لو حسبناها متوسط 20,000 دولار هتوصلي ل 20 مليار دولار في السنه. فانا عندي امكانيه ان انا ادخل 20 مليار دولار كل سنه بدون ما احتاج للبنك الدولي ولا الصندوق الدولي ولا احتاج لاي جهه اجنبيه تحط لي الشروط بتاعتها، وفي نفس الوقت حقدي على الاوفر برايس اللي موجود في السوق المحلي في قطاع السيارات. حضرتك طبعا عارفه اكيد وشفتي اسعار العربيات وصلت لمستوى مش غير مسبوق، غير مسبوق وغير موجود في اي حته في العالم، غير منطقي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، في المانيا التخفيضات دي، انا لسه راجع من المانيا الشهر اللي فات، في المانيا الشركات بتدي تخفيضات على العربيات بتتراوح من 2000 يورو ل 12,000 يورو على حسب حجم العربيه. فتخيلي حضرتك بتاخدي دلوقتي في المانيا تخفيضات بتصل ل 5% و 10% من سعر العربيه، وهنا مش بس بيحط الاوفر برايس، لا ده هو اصلا مزود سعر العربيه 20 و 30% عن سعرها بره. فمش معقوله ان المصريين هيدفعوا هنا، وكل ده طبعا بسبب تقييد الاستيراد. فانا لما افتح الاستيراد للعربيات المستعمله تبع هذه المبادره يبقى انا بقضي على الممارسات الاحتكاريه اللي موجوده من التجار والموزعين، وفي نفس الوقت بقضي على ظاهره الاوفر برايس البغيضه بصراحه اللي مش موجوده في اي حته في العالم، وفي نفس الوقت بيجي لي دخل دولاري 10 ل 20 مليار دولار كل سنه، وحبست المصريين اللي بره وحبست المصريين اللي جوه. وكمان مش بس لما الدولار لما يجي لنا 20 مليار دولار تبع هذه المبادره، مش بس اسعار العربيات اللي هتنزل، اسعار كل سلع هتنزل لسبب. انا معاك، متفق معاك في ده، واعتقد بس ان المبادره دي عايزه شويه اهتمام كده اكتر من كده وهتتحرك، لان حتى الارقام المتحققه لغايه دلوقتي في هذه المبادره مش هي قليله جدا. سياده الوزير الدكتور محمد معيد طلع تصريح من اسبوعين تقريبا ان العربيات اللي تم الافراج عنها حتى وقتها 800 عربيه، يعني 800 مش عربيه رقم. من 6 مليون مصري مقيم طبعا، مش رقم. وبرضه يبقى محتاجين نظره على طبيعه يعني سرعه الاجراءات لانها بتاخد وقت طويل، ده بتعليق عدد كبير. انا بشكر حضرتك على الملاحظه دي، وفعلا ناس كتيره جدا بتشتكي على الفيسبوك ان التطبيق نفسه التطبيق في مشاكل، في بعض المشاكل ولازم يبقى اسرع بكده بكتير. يعني انا هدي لحضرتك مثال بسيط، واحد من الناس اللي نزلوا عربيه، العربيه واقفه في الجمرك بقالها من يوم تقريبا من يوم 7/4 بقالها تقريبا شهر، علشان الموافقه الاستيراديه المعدله لسه ما جاتش بقالها شهر، يعني بيدفع ارضيات، وفي ناس بتبقى دفعت الفلوس فعلا وما فيش رد على الابلكيشن، فين الموافقه الاستيراديه هتبقى امتى، او الورق واقف على ايه. مزبوط. يعني في شويه دربكه كده في الاجراءات محتاجه انتباه من وزاره الداخليه. انا بشكر. وعلى فكره في نقطه كمان مهمه جدا، انت عارف حضرتك دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اشتكى من فتره، قال ان احنا في سنه 2021 استوردنا عربيات زيرو ب 4 مليار دولار تبع التوكيلات. التوكيلات هي اللي استوردت. فانا حضرتك لما اسمح باستيراد العربيات المستعمله، احنا حضرتك القوانين بتاعت الاستيراد حاليا لا تسمح باستيراد العربيات المستعمله. احنا كان عندنا قانون انا كنت شايفه من احسن القوانين اللي هو كان بيسمح باستيراد العربيات الهايبريد والعربيات الكهربائيه المستعمله لمده القديمه 3 سنين. احسن قرار حصل في ال 40 سنه اللي فاتت. للاسف احدى الشركات الالمانيه اشتكت من هذا القرار، لانه طبعا عمل لها منافسه طبعا في العربيات بتاعتها. قامت الوزيره السابقه وزيره الصناعه والتجاره السابقه لغت استيراد العربيات المستعمله. طب انا دلوقتي عندي ازمه عمله صعبه، ودوله رئيس الوزراء اشتكى ان احنا بندفع 4 مليار دولار سنويا لعربيات الزيرو. طب ما انا اسمح باستيراد العربيات المستعمله، بدل ما اجيب عربيه متوسط سعرها الزيرو 20,000 دولار، هقدر استورد عربيات مستعمله المتوسط سعرها. انت حضرتك اكيد عارفه بره في امريكا واوروبا وفي الخليج العربيات المستعمله برخص التراب. يعني اقدر اجيب عربيه مستعمله ب 10 وعلى جوده. نعم، بنتكلم بعربيه على جوده ومواصفات وحاجه. فعشان كده انا بقول لحضرتك احنا عندنا في قطاع السيارات اعتقد ان المبادره مفيده جدا ان هي تجيب لنا الدولار، عقبال ما الخطوط الانتاج بتاعه العربيات هنا في مصر تبتدي تفكر في التصدير. احنا طبعا على مدار ال 30 40 سنه اللي فاتوا احنا كان المفروض نجيب الاول شركات المكونات وشركات الصناعات المغذيه الاول، وبعد كده لما الشركات دي تيجي تتوطن وتبقى موجوده فعلا الشركات السيارات العالميه اللي هتيجي. ولكن احنا لما نروح نخاطب شركات السيارات العالميه سواء الالمانيه او الكوريه او اليابانيه، هم حتى لو جم مصر وبعدين دوروا على
المصانع المكونات والقطع الغيار علشان يوردوا الكميه بالجوده المطلوبه للعربيات بتاعتهم مش هيلاقوها ومش موجوده للاسف. فاحنا طبعا فاتنا الموضوع ده. شركات التجميع والتركيب السيارات اللي كانت موجوده في مصر كان طول عمرها من اول يوم اتحط فيها طوبه في المصنع كان دايما تركيزها مش على الاستيراد ولكن على السوق المحلي. عشان كده الطاقه الانتاجيه بتاعه كل المصانع في مصر لم تتعدى ابدا 10,000 عربيه، بل كانت في المتوسط ما بين 2000 ل 5000 عربيه في السنه. في حين ان المصانع التصدير اللي موجوده في المغرب على سبيل المثال كانت الطاقه الانتاجيه بتاعتها ابتدت عند 100,000 عربيه في السنه، وصلوا ل 200,000. احدى الشركات العالميه طورت المصنع بتاعها في المغرب من 200,000 ل 400,000 عربيه طاقه انتاجيه في السنه. انا عشان اقدر اصدر لازم يكون عندي مصانع بطاقه انتاجيه مينيمم 200,000 عربيه في السنه، واحنا للاسف ما عندناش ولا مصنع في مصر من السيارات بيعمل الكلام ده. وعشان كده نرجع تاني لموضوعنا الاساسي اللي حضرتك كنت بتسالي فيه، موضوع الاتوبيسات. احنا عندنا فرصه دلوقتي فعلا ان احنا نقدر ننافس في الموضوع ده، خصوصا في الاتوبيسات اللي هي الكهربائيه كمان. لسبب ان الغاز الطبيعي مش بس الهايبريد يعني نعم مش بس الهايبريد الكهربائيه اكتر كمان. ليه بقى؟ التصنيع بتاع العربيات الكهربائيه او الاتوبيسات الكهربائيه اسهل بكتير من تصنيع الاتوبيسات اللي هي بتمشي بالمحركات او بالبنزين او بالديزل. وعشان كده حضرتك الشركات الصينيه سواء شركات الاتوبيسات او شركات العربيات قدروا ان هم يعملوا طفره في العربيات الكهربائيه في العشر سنين اللي فاتوا. هم من ساعه ما تم اختراع السياره من 150 سنه في المانيا، الالمان بالذات او الاوروبيين هم طبعا اللي كانوا متقدمين ورقم واحد في صناعه السيارات، لسبب ان اصعب حاجه في صناعه السيارات هي صناعه الموتور وصناعه الفتيس في العربيه. والباقي برضه صعب، بس اصعب حاجه هي او الاساس بتاع العربيه هو الفتيس والموتور. في العربيات الكهربائيه الفتيس اصلا فتيس بيبقى نقله واحده بس، وطبعا موتور الكهرباء بسيط جدا. يعني احنا هدي لحضرتك بس مثال عشان برضه الساده المشاهدين يعرفوا الفرق. الموتور بتاع العربيه العاديه اللي هي بتمشي بموتور بنزين فيها تقريبا من 12 ل 15,000 قطعه على حسب العربيه. العربيات الكهربائيه فيها من حوالي من 5,000 ل 6,000 قطعه، فاسهل بكتير جدا في التصنيع. فعشان كده احنا عندنا فرصه ذهبيه ان احنا في تصنيع الاتوبيسات، ان احنا فعلا لو احنا عايزين نصدر للكي ماركتس اللي هم بيقولوا عليها الاسواق الاساسيه اللي اقدر اعمل منها دخل واعمل منها مكسب كويس زي اوروبا او استراليا. على فكره الامارات بتصدر اتوبيسات لاستراليا على فكره بالمواصفات العالميه طبعا. فاحنا لازم ننسى موضوع افريقيا ده شويه. التصدير بتاع افريقيا مش هيجيب لنا نفس السعر اللي لو احنا صدرنا لاوروبا، يعني تستهدف بس ما تبقاش المستهدف الاساسي. خالص بسبب ان هي في العربيات، بالمناسبه في العربيات الكهربائيه، يعني انت حضرتك عارفه طبعا ان شركه النصر هتنتج العربيه الكهربائيه اللي هي كانت المفروض النصر الاي 70، وحصل فيها طبعا بعض العراقيل مع الشركات قبل كده، وفي دلوقتي شركات ثانيه هتخش تصنع عربيه هنا. احنا لو بنفكر ان احنا نصدر عربيات كهربائيه احنا مش هنعرف نبيع في افريقيا على فكره. علشان الافارقه او كل الدول الافريقيه ما بتشتريش عربيات زيرو كهربائيه، هم بيشتروا معظم الدول الافريقيه فاتحه الاستيراد للعربيات المستعمله. المينا بتاعت هامبورغ فيها جزء مخصوص في المينا فقط لتصدير العربيات المستعمله لافريقيا. فهم مين اللي هيروح يشتري عربيه زيرو كهربائيه بدون ما يبقى هناك عندهم بنيه تحتيه للكهرباء وما عندهمش محطات شحن اصلا ولا اي حاجه من هذا القبيل، ويشتري عربيه ب 20 ما يوازي مثلا 15,000 دولار او 20,000 دولار، وهو ممكن يجيب عربيه المانيه مستعمله ب 3 او 5,000 دولار من المانيا مباشره. فعشان كده احنا الدول الافريقيه مش هتشتري عربيات كهربائيه على فكره، وبالتالي لو احنا عايزين نصدر عربيات كهربائيه لازم نركز على التصدير للاسواق يا اما الخليجيه يا اما الاسواق الاوروبيه. بالفعل هي دي الهدف الوحيد ان احنا فعلا نقدر. تمام، ده طرح جميل. هنقدر ننافس في المستهدف ده لو عملنا صنعنا العربيات والاتوبيسات بالمواصفات العالميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لازم يكون فيها كل مواصفات الامان
والسلامة الحديثة زي مثلا جهاز الاي اس بي اللي هو الالكترونيك ستابيليتي بروجرام، جهاز الاوتونوموس بريكنج سيستم اللي هو الفرملة الذاتية في حالة الخطر، لازم تكون فيها كل هذه الوسائل، لسبب ان اصلا ممنوع تبيع عربيات او اتوبيسات في اوروبا بدون ما يكون فيها اي اس بي على سبيل المثال. واهم حاجة التاير بريشر مونيتورنج سيستم اللي هو جهاز مراقبة ضغط الكاوتش الالكتروني. لو قدرنا بس بقى في كل الجديد تقريبا خلاص، هو بقى تقريبا في كل الجديد غير طبعا العربيات الصين اللي بتجيلنا من الصين ومن الهند وعلى فكره وعايز اقول لحضرتك على حاجه، في عربيات بتجيلنا برضو من تركيا، عربيات صينيه ويابانيه بيشيلوا منها للاسف التوكيلات هنا في مصر عشان احنا برضو ما عندناش بيشيل الامكانيات ديت، بيشيل المواصفات علشان يوفر اول حاجه في سعر التجاري اللي هو بيشتري بيه التوكيل بيشتري بيه العربيه من المصنع، وتاني حاجه عشان يدفع جمرك اقل، وتالت حاجة علشان لما بيشيل جهاز الاي اس بي اللي هو جهاز منع جهاز الثبات الالكتروني بيزود نسبة حدوث الحادثة، وبالتالي لما الحوادث تكتر في مصر او في العربيات بتاعته هيصلح اكتر ويكسب اكتر في الصيانة. يعني التوكيلات انا عايز اقول لحضرتك النسبة بس عشان حضرتك تبقى عارفاها برضو السادة المشاهدين يبقى عارفينها، التوكيلات بتكسب في العادي يعني 10% من بيع العربيات الزيرو، ده بره على المستوى العالمي يعني دي نسبه على نسب عالميه، و90% من الصيانه والتصليح والسنكره. لا انا معاك ان هم بيكسبوا من التصليح، احنا عندنا بقى كلنا عارفينها، احنا عندنا في مصر بيكسب 100% من بيع العربيات الزيرو، وكمان 100% من او 200% او 200% لان فعلا ارقام معظم التوكيلات في منتهى المبالغه في عمليات الصيانه. بقى الموضوع فوق الحدود، وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا للاسف عندنا العربيه معظم العربيات في اوروبا دلوقتي اول صيانه عندها بتكون عند 30 او 40 او 50 الف كيلو. يعني ما بيغيرش زيت غير مره في السنه او مره كل سنتين، العربيات الكهربائيه الصيانه بتاعتها يا اما مره في السنه يا اما مره كل سنتين. حضرتك لغايه من حاجه بسيطه كانت كل الشركات التوكيلات في مصر بدون استثناء بيخلوا العربيات تيجي كل 5000 كيلو تغير قطع غيار اصلا مش محتاجه تتغير، يعني مثلا البوجيهات والحاجات دي كلها دي مش محتاجه تتغير، طب انا بغير حاجه 5 مرات وبدفع بالدولار عشان اجيب القطع غيار وانا اصلا مش محتاج. هو بيرد عليك يقول لك انا ملتزم بالجدول، مش عايز اخش في دي. كل اللي احنا بنتمناه ان يعني عمليه تصنيع السيارات تجد طريقها فعلا في مصر، انها تتواجد على الارض بكفاءه وبمعايير وبشروط حقيقيه تناسب عمليه التصدير. اتمنى ذلك، مش بس عشان بس التصدير، كمان عشان حياه المصريين وعلشان نحافظ على كل روح، سواء مستخدم الطريق سواء صاحب العربيه او مستخدم الطريق العادي، عشان ننزل بارقام الحوادث وارقام القتل على الطرق طبعا لاقل مستويات ممكنه طبعا. ده بالتاكيد. استاذ محمد شيطه خبير صناعه تكنولوجيا السيارات، شرفتنا بوجودك معنا. انا اللي بشكر حضرتك على المناقشه الجميله. أهلا، شكرا بيك. على صباح الفل، صباح القشطه. شاهدنا فاصل قصير هنكمل فقراتنا معاكم، ابقوا معنا.